لا صاحب المحاضرة وكنقول أنا نفس واحد المحاضرة لتحديد التحديات والآفاق نتاع العمل السياسي الشعبي، هذا هو اللي جا المداخلة ديال الإخوان كما قال الأخ كما جيت باش نصارعوا معايا أغلبية المداخلة شنو جات؟ يا إما كيبغي يطيح الآخر يا إما باغي يجذب متعاطفين جداد مانيش عارف علاش بين واحد كيجي يقول لك حنا شكون عندنا الشباب ديالنا في مجلس المؤتمر عندنا أخو كيقول لك لا شباب عدم يعني جينا من أجل الصراع كاين واحد القضية الأخ كيهضر على التحالف الحكومي وتحالف البرنامج ديال البرامج وهذه شيء واضح ماشي مابقاوش عند لا علاش بالك كنتو ضدهم اليوم اللي كنتفقوا على البرنامج قضية أخرى ديال 20 فبراير 20 فبراير علاش العدالة التنمية خرج منها وأنا اقتضتها لأنه ملي كنجيو كنشوفوا الخلفي أسامة الخلفي وصديقاتهم اللي كيجيو هما اللي كيهضروا باسم 20 فبراير كيهضروا بصيغة ديال واحد كان كيهضر أخلاقي كيعبر لا يعبر عن الشباب المغربي أنا نفسي باغي نشوف واحد هذه السمية لأنها ما موجودش شخص راه مشكل على راسو غادي تحمل بها مسؤولية قانونية بجوج الأشخاص السمية بلاش يعني الناس اللي كانوا ممثلين 20 فبراير كيهضروا بواحد المنطق اللي كاين على الأخلاقي إلا الشباب هو مكن عليه ما كنظنش بأنهم غادي يخرجوا منه هادشي اللي كاين قضية قضية أخرى قال الأخ قال 15 سنة هو داخل العمل السياسي ولم يستطع أن يشكل من داخل يعني 15 سنة وهو في الحكومة كذلك ولم يستطع ان يحدث تغيير بسيط يعني الا انت ما بقاش داخل الحزب ديالك كتظن بانه هو الشباب ما عندوش علاش راك جالس انت راك كتنفر الناس كتجي كتقول لهم بها واش تكاين وانا جالس 15 عام في حاجه فواحد الفاس ماشي حاجه هذه اخرى اللي نسال المرجعيه مساله اخيره انه الشباب عدل انا كنعتقد بان الاخوان الشراكين غادي يجيو غادي يدير واحد القرار راس مالي في الاختصار لانه المنطق اللي كيخدم معاه المنطق الشراكي ما غاديش يدير القرار راس مالي هذا هو الشيء حنا كنخدموا المنطق الاسلامي ما غاديش يجيو نقدروا نديروا واحد المهم انا من على الدنيا ما غاديش يجيو نقدروا نديروا واحد القضيه اللي تنافي الشريعه الاسلاميه هذه هي مساله المرجعيه الاسلاميه انه ما غاديش يجيو واحد النهار ونديروا شحال تنافي الشريعه الاسلاميه